امبارح بدأت المدارس اللي بتعمل بنظام الفترتين في محافظة قنا الترم الثاني، وده كان وسط استعدادات كبيرة واستقبال حافل للطلاب في مختلف المراحل العمرية. في بداية حديثي أنا بحب أوجه التهنئة لأبنائنا الطلاب في مرحلة الشهادة الإعدادية اللي حصلوا على مراكز متقدمة، وبقولهم ألف مبروك، ونتمنى أن ده يتكرر بإذن الله بمزيد من التفوق في الترم الثاني. احنا النهاردة بينتظم معنا في الدراسة حوالي 854 ألف ومئة طالب في حوالي 2141 مدرسة في محافظة قنا. تم التأكيد على جميع مديري الإدارات ومدير المدارس بتدريب الطلاب على خطط الإخلاء واتباع كافة الإجراءات الاحترازية مع الطلاب في مواجهة أي أزمة داخل المدارس. تم التأكد من وصول جميع الكتب الدراسية ووصولها لأبنائنا الطلاب داخل المدارس. برضو من خلال التنبيهات والتأكيدات اللي كانت في اجتماعنا مع معالي الوزير، اللي هو تأكيد على أن أولادنا هيطلعوا بإذن الله أو هيكون في رحلات للمشروعات القومية خلال الترم الثاني أو الفصل الدراسي الثاني. التأكيد على عقد ندوات وورش عمل داخل المدارس لمواجهة حروب الجيل الخامس، وتنبيه أو توعية أبنائنا الطلاب لمخاطر الألعاب الإلكترونية. النهاردة الحمد لله رب العالمين كان أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الثاني، فكان لابد أن نتواجد أنا ومعالي الدكتور محمد سيد وكيل وزارة التربية والتعليم مع أبنائنا ونحضر معهم طابور الصباح، عشان من ناحية نعرفهم بالمشاريع القومية اللي الدولة جاهدة بتقوم بهذه المشاريع القومية، زي مشروع حياة كريمة اللي هو ترك بصمة داخل كل مدرسة، ومن ناحية أخرى برضو نتأكد من أن الحمد لله رب العالمين الكتب وصلت لأبنائنا بتاعت الفصل الدراسي الثاني، وأن النتائج تم الإعلان عنها وموجودة في كل مدرسة، على أساس أني يتم بمشيئة الله تعالى رب العالمين بالاتفاق مع مديرين المدارس تكريم الطلاب والتلاميذ الفائقين في كل مدرسة، على أساس أن يبقى في شيء من التنافس ونضمن أن في خدمة تعليمية متميزة داخل محافظة قنا بإذن الله. احنا استعدينا لاستقبال طالبات الفصل الدراسي الثاني، إعلان نتائج الترم الأول، الصفوف الثلاثة الأول والثاني والثالث، أعلننا ذلك في صفحة المدرسة، تابعنا أعمال النظافة في جميع الفصول لاستقبال الطلبة، كمان بدأنا في تسليم الكتب الدراسية، وكان أول يوم دراسي بدأنا فيه في تعريف الطلبة بحب الانتماء لوطنه ومبادرة حياة كريمة للسيد الرئيس. نبهنا برضو على الطالبات بأهمية التعاون والتمسك بالقيم الهامة زي النظافة والأخلاق وكذا.